مشاهدينا الكرام، ألتقيكم اليوم من الخرطوم الرياض شارع عبد الله الطيب. تسكن ضيفتي خبيرة تجميل، خريجة جامعة الأحفاد، جميلة الطلة، مختلفة الحضور. ألتقيها اليوم في دارة، خلونا نتعرف عليها وندخل في ديار ونتعرف عليها أكثر وأكثر. تابعونا. مشاهدينا الكرام، متابعي في دارك، اهلا وسهلا بكم. ضيفة اليوم جميلة الطلة، أنيقة الابتسامة، ترسم الفرح وتنثر الجمال على كل أنثى سودانية. مختلفة تماما، تقدمت الصفوف الأمامية وأصبحت اسما يشار له بالبنان. ضيفة اليوم وأنا في دارها الجميلة هبة محمد عباس، أو كما يحلو للكل بهبة الأحفاد. هبة اهلا بك. اهلا بك، تسلمي كثير وشكرا لك كثير، ومبسوطه انكم الليله في داري، شرفتوا ونورتوا. نحن مبسوطين بك كثير يا هبه. وهبه، لما قلت هبه محمد عباس اكيد في ناس كثير هبه محمد عباس منه، لكن هبه الاحفاد. هبه محمد الاحفاد اخفت تماما اسم الوالد. صح حقيقه، لانه يعني انا لما بديت شغلي في البدايه، بديت وانا كنت طالبه في جامعه الاحفاد، فبعد ذاك اسمي ظهر من خلال الجامعه، فكل الناس اللي بتسال كان من الميك اب العروس الكيف، فبقولوا انه العروس دي كانت مع هبه الاحفاد، او ماشي نحجز عن هنا هبه بنت الاحفاد. فالاسم طلع من الجامعه، لانه انا المهنه بتاعتي او هوايتي، فكانت يعني بدايتها كانت الجامعه. بداية الجامعة لما هي بدت بعروسة كانت واحدة صاحبتهم، وكانت قصة. لهي البداية مش كانت عروسة، كانت صاحبتي سا، يعني أنا كنت بمشي صاحباتي بنات الحنة، أخوات صاحباتي، المهم يعني عرفتي كانت هواية وشغف. أنا بحب الميك اب وبحب الألوان من أنا صغيرة يعني. نعم. فمن خلال الأحفاد كانت الشهرة أكبر، لأنه إحنا كان مجتمع الوسط يعني حق البنات، الوسط بتاعنا كله بنات، واهتمامنا دائما إحنا في الأحفاد بالجمال وبالمرأة وبالحاجات دي. ف دائما المجتمع لما يكون كله نسائي فالظهور بيكون اقوى واكبر. لقيتي نفسك طبعا في المكياج ومشيتي فيه، تركتي اداره الاعمال تماما. الميك اب شالني من اداره الاعمال بصوره فظيعه. نعم. يعني انا قريت الاحفاد مانجمنت وتخصصت بزنس ادمنستريشن، فشغلي طبعا وشهرتي بدات من انا وطالبه، بس انا ما كنت حابه اواصل في المجال ده، يعني لانه ما حاسه انه انا دارسه حاجه معينه، فانا دار اشتغل في وظيفه. اشتغلتي في الاول؟ حاولتي تشتغلي؟ حاولت بس ما قدرت، لانه خلاص انا لما بديت اشتغل كموظفه كان كان اسمي ظاهر، كان براند ظهر جديد بالاحفاد، كان اسمي ظاهر. فحتى في المكتب بكون قاعده بيجوا زباين بيقولوا ده نحجزه، دي مشكله. فالمهم حسيت انه لا، انا ما حقدر اواصل، لازم اوصل في هوايتي والحاجه اللي انا بحبها، لانه حسيت انها هي انا بقدر ادي فيها اكثر وابدح فيها اكثر. وفعلا حقيقه انت ابدحتي فيها اكثر. ونحن حنتكلم عن المراحل اللي وصلت لها هبه الاحفاد الى الان، لكن خلينا نشوف البدايه من ام درمان بالنسبه لك. انا من مواليد حلفة الجديده، جينا ام درمان او جينا الخرطوم، جينا في التسعينات، كنا يعني كنت في رابعه ابتدائي لما جينا الخرطوم تقريبا. عشنا وعمرنا كله في الخرطوم وفي ام درمان. في ام درمان درست في ام درمان، ومراحلي التعليميه كلها كانت في ام درمان، اصحابي واهلي وناس كلهم. يا سلام. ام درمان المملكه العربيه السعوديه برضو كانت في مساحه من هبه الاحفاد. ايوه، كان المملكه العربيه السعوديه كان قعدنا فيها فتره بسيطه زي 4 سنوات، اللي هو كان طفولتي يعني، فكانت ايام حلوه، بالذات لانه الخل الموهبه دي تطور جواي، انه كان امي ذاتها في المجال. ايوه، يعني اشتغلت فيه فتره بس بسيطه، فانا كنت بعاين ليها وبلاحظ هي بتعمل في شنو، بعد ذاك كبرت الحاجه دي جواي شديد. ايوه، فبديت تقلدي وتشوفي. ايوه طبعا، حسيتي وبقى شغف طبعا، والشغف كيف. اصبح بزنس كبير بالنسبه يعني انت عارفه انا عمري ما كنت متخيله انه
انه انا هتكون الموهبه دي بالنسبه لي بيزنس. انا كنت بكون مبسوطه وان انا شغاله بيها، يعني يا انا سلام. اثناء انا شغاله بكون مبسوطه جدا، زي الزول الفنان اللي برسم له لوحه بيطلع فيها كل الحاجات اللي جوا، صحيح. الحياه الجميله، الحياه، حتى لو انا تعبانه فبلقى انه انا مبسوطه لما انا اكون شغاله بمكي وبدمج في الالوان وبطلع حاجه جميله. يا سلام. ف حسيت انه انا كده مبسوطه انه انا اكون في المجال ده، لكن ما تخيلت يوم من الايام حيكون بالنسبه لي شهره او حيكون لي بيزنس او حيكون لي اسم يا من سلام. خلاله. فالحمد لله ربنا دايما بيجعل لك الحاجات قدامك وانت صحيح بتمشي عليها. صحيح، الحمد لله. الحمد هبه لله. مجال التجميل، وانت على طول بتكوني موجوده في الصالون ومع العروسات، ممكن يكون اخذ هبه شويه من البيت ومن العيال، وهبه ما شاء الله عندها ولدين قمر وعندها بنوته الله عسل، ربنا يخليك، يخليهم لك ان تسلمي شاء الله. تسلمي. حقيقة انه فعلا الشغل بتاعي اخذ مني كثير، يعني في لحظات كده انا بحس بتأنيب الضمير انه انا انا ظلمت الناس انا ديل. ظلمت الناس اللي حوالي، لانه انا دايما مرات بكون شغالة 10 ساعات في اليوم، يعني بنزل بشتغل من الصباح لحد المساء، الفترة دي كلها انا بكون بعيدة من البيت، بعيدة من الاولاد. بتعتمدي يعني على منو في الفترة دي تحديدا؟ انا صراحة طبعا والدة الله يديها الصحة والعافية، آمين يعني يا رب. دي مصدر قوتي، يعني انا من غيرها ولا اسوأ حاجة. يا سلام. فهي المهتمة باولادي وبحاجاتي كلها، يعني من انا بديت فهي كانت دايما جنبي وكانت السند، يعني الله يديها الصحة والعافية. هي هم بيقولوا امي طبعا. يا سلام، عشان كده العلاقة الجميلة اللي خلت ما بين هبة الأم لمنة تكون علاقة حميمة ولطيفة ايوه مع بعض انت صح. ومنة. انا ومنا بنكون زي الاصحاب، ايوه. نشاكل مع بعض ونهزر مع بعض، وبعدين تجيني يا ماما تعالى احكي لك سر بيناتنا، امي ما تعرف اللي هي حبوبتها يعني انا سر فتح. امك ما تعرفه. اي يا ماما انا احكي لك قصه بس امي ما تعرف، فالسر ده بيناتنا. طيب حصل شنو منه؟ فبتقوم بتحكي لي انا بنصحها، يعني حتى اولادي الصغار انا بالنسبه لهم زي اختهم تقريبا، يعني يا سلام، لانه امي القايمه بالدور كله. الله يديها الصحة والعافية. الله يديها الصحة. تعامل هبة دايما مع الكاستمر او مع العروسات تحديدا لما يجوا، فهم بيكونوا مبسوطين انه هبة هي نفسها اللي بتشتغل ليهم. يعني صح. انت ايا كان عدد العروسات اللي عندك بتكوني حريصة انه انت اللي بتجيفي صح وتشتغلي ليهم واحدة واحدة، عشان كده صح بيطلعوا صح مبسوطات منك، صح ما حاولتي انه زول تاني ممكن يشتغل والله انا باسمك؟ لا، لانه دايما العروس او الزبون لما بتيجي تحجز فبتكون قاصده هبه الاحفاد، فما ينفع انه اي زول غيري يشتغل خالص. يا سلام. يعني في النهايه انت قاصده اسم وقاصده شغل معين حباه، فما ينفع زول يكون بديل. بس مرات لما اكون مسحومه فبكون في الاسيستنت بتاعتي بيساعدني في حاجات بسيطه، لكن ايوه كل الشغل بكون انا من والى. جميل. ايوه نحن عايزين نوريكي شغل. انت دايما بعد التمكيج العروس هبه بتقول لها شوفي نفسك في المرايه. ايوه طبعا. نحن عايزين نشوف مع هبه الاحفاد، هنشوف ماده تلفزيونيه هنجيبها، لكن عايزين نشوف توقع هبه انه ممكن شنو تتوقع انه نحن نكون محضرينها او جايبينها لك. اكيد حاجه عن الشغل او صور من الفيسبوك. رغم انه فيسبوك بتاع هبه يا جماعه كله صور عروسات وصور، كله ملقينا ليها صوره واحده عشان نجيبها. كله صور عرايس. لكن خلينا مع بعض نشوف الشاشه ونشوف نحن محضرين لهبه. اوكي تمام. هبه كدري ما اقول لكم، ما بقدر اعبر، وهبه حبيبتي وهبه صاحبتي وهبه كل حياتي، وهبه باره بينا وباره باخوانها، هبه زيها ما في، وبحبها جدا جدا. هبه صاحبتي وهبه اختي وهبه كل حياتي. وانا ذاتي اشتغلت في مجال ده، كنت في السعوديه، وكانت هي صغيره برضو نفس الشيء، بتضرب لي المناكير، بتحب تساعدني. لما الحاجه دي يعني خاشه في راسها، حتى دارت تخش طب اسنان، وقامت دخلت اداره اعمال. يعني هبه دي قدر ما احكي لكم، ما بقدر اعبر، بجميله وبالطيبه ومعاملتها حلوه. هي أختي وهي بنتي، وبتعاملني حلو خالص، بتعامل إخواني حلو، وبارة بينا. البنات أي عروس بتاي مرقة من هبة بتكون مبسوطة، بتقول لها يا هبة الله يفتح عليك، شوف الله يفتح عليك كم عروس، لاحظوا كم عروس. هي بتقول لها هبة الله يفتح عليك، وبتكون فرحانة فيها الملائكة. ربنا كيف ما يديها؟ ما هو ربنا بيديها من وسع، مش عشان كده يا بنتي ان شاء الله يديك زي هبه،
وان شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله. هبه بار، هبه روحها جميله مع الصغير صغير ومع الكبير، وانا صاحبتي هبه وصاحبات هبه كلهم صاحباتي انا والله جد، يعني من صغير انا عودتها بصاحب صاحباتها من ايام المدرسه لغايه حسه كبرت انا مصاحباهم. يا هبه الله يوفقك ويعليك ويطاريكي ومن عين الناس يحفظك، انت الوفيه وانت الاميره وان شاء الله بالطيبه وروحها حلوه مع اي زول، مع اي زول، مع الصغير ومع الكبير بدر تتحنس وتضحك، وحتى لو خشيت حسن المحل هتشوفيها يعني زوله ما شاء الله ما شاء الله عليها، يعني زوله بسيطه شوفها ابسط من بسيطه، ما بتتخيل اللي ربنا اداليها ده، ما تكبرت ولا قالت انا عندي، لا لا لا، مع البسيط ده ما ابعد حته، بتكون قاعده معاه هنا، وانسان طيبه بتتعامل عمل الخير، والله ما خلت لي شيء، عمرت لي، ولو سمحت الحادث حق وقفت معي لاخر لحظه، انا بدعي لها 9 عمليات، بقول الله يفتح عليك يا هبه، وربنا عوضها بالعماره دي، وخليكم يا بناتي قريبين لاماتكم، عشان ربنا يفتح عليكم ويسعدكم يا رب. يعني وانت كمان كل حاجه في حياتك دعماكي وسندك، بتجي تحكي ليها يا هبه، تستشيريها في كل كبير وصغير. انا اي حاجه في الدنيا دي كان وراء امي، يعني من بديت شغلي هي كانت بترشدني وكانت بتنصحني، كانت بتوريني اعمل شنو. هبه انت حياتك عشان تبقي كويسه لازم تبعدي من كده وكده وكده، عشان انت تواصلي قدام لازم تطوري من روحك، يا سلام، عشان تحافظي على مكانتك وتضمني مستقبل ليك كويس ولاولادك لازم يكون هدفك حاجه معينه، انه انت كيف تقدري تديري مالك وتديري حياتك عشان تقدري تنجزي وتعملي حاجه لقدام. صحيح. يوم الشغل بتاعك ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه يكون قدامك لا في اصول ثابته بتعيشك حياه كريمه انت واولادك. حقيقه امي انا استفدت منها كثير، لانه هي زوله اتعلمت كثير من الحياه، يعني اكثر مني. انا دائما حياتي طبيعي زوله عفويه بتعامل مع اي زول، بس هي لا بتقدر تميز اكثر مني. شلتي منها حكم كثيره، حبيتي أكيد. حسيتي انه انت قاعده او هي بتشوف فيكي نفسها، بتشوف انه انا شلت منها حسيتي. المحنه والتواصل وارتباطي مع اخواني ومع اهلي، يعني علمتنا كيف نكون حنينين مع بعض، يعني انا اخواني هم ظهري وسندي. صحيح. ما بعمل حاجه في الدنيا دي ما لم يكون اخواني جنبي او اخواني معي، ما بنفذ حاجه لو ما استشرتهم، يعني الكلمه مهما اكون كبرت لكن في نظرهم انا واخوتهم هي الصغيره، وفي نظر امي انا لا بنت الصغيره المفروض كلمتها تكون سيف، فانا ما بقدر اتصرف اي تصرف الحد يوم من هذا ما لم اخواني يكونوا موافقين عليه او والدتي تكون موافقه عليه. طبعا سلام. في البدايه يعني عندي حبيبتي الله يرحمها هي كانت امنا كلنا، وكانت هي اللي ربتنا وتعبت فينا وشقت يعني كثير، تعبت فينا بالحقيقه يعني، وكان فراقها بالنسبه لنا حار، فهي ذات زرعت جوانا المحنه والتراوط، فالحمد لله لحد يوم الليله نحن مع بعض يعني، وربنا ما يحرمهم مني ولا اتحرم مني. ان شاء الله يا رب العالمين، ربنا يخليكم لبعض. امك خالته عطيات ذكرت حاجه، قالت هي برقم اللي هي وصلت ليه، واي زول بيصل لمرحله نجاح بتغير، ونحن شفنا المجتمع اللي حولنا، هبه ما تغيرت من الناس اللي حولها ولا من مجتمعها. علاقه هبه بالسفر، هبه بتحب السفر الشديد، لكن ما لقيت طريقه تسافر اطلاقا. ما لقيت طريقه اسافر. حبك للسفر خلاك انه انت يوم من الايام انه انا والله حوقف، محتاجه لي سفره لازم. صح. امشي ولا ما خلاك توقفي للشغل؟ والله لا، يعني نادر. مرات بصل مرحلة كده انه بكون حاسة انه انا ضغطت نفسي كتير في الشغل وفترة طويلة، فمحتاجة بس بريك ان شاء الله اسبوع انه انا ارتاح فيه، فبقوم بسافر بسافر وباخد راحتي فترة بسيطة وبرجع بنفسيات كويسة. بتحسي انه انت عايز تسافري ولا لما هي بتيجي تسافر وتحس انه عايز تكون في استكانة؟ والله انا مشيت العمرة اكثر من مرتين ثلاثة. انا بحب صراحة دايما امشي العمره لسبب واحد، نفسيا بكون مرتاحه شديد، الحمد لله. بيكون في تواصل روحاني كده، بتحسي انه انا لا ربنا اداني حاجات انا عمري ما كنت متوقعها،
فابسط حاجه اعملها انه انا لا امشي واتعبده واشكره. يا سلام. لانه صراحه انا يعني ما يعني قدر ما اشكر ربنا بحس انه لا قليل. في حاجات كثيره انا وصغيره كنت بتمناها وعشت حياه كنت بتمنى حياه، فحسيت انه ربنا انعمني بها واداني من خيرها كثير، وكل مره بتفاجئ بنعمه يعني. فبقول لا ليه امشي مثلا دوله غريبه ولا كده عشان اشوفها. ايوه يا انا سلام. افضل امشي الكعبه وامشي المسجد النبوي ويكون في شكر وتواصل روحي جميل، فبكون مرتاحه نفسيا لما اجي من هناك بجي بروح عاليه بقدر اشتغل وبقدر. العروسات وقفتوا ثاني تماما اول ما تسمعوا بيها سافرت السعوديه مشت العمره، حاولوا احجزوا في الوقت ده بيجيكم بمود مختلف. ان شاء الله والله ان شاء الله. انا صراحه لما حتى احتزر العروس بحس بانه زي كسرت خاطره، فدائما بوقت زمن يكون ما عندي فيه شغل كثير. هبة الأحفاد بدت من الجامعة واستمرت وأجرت مكان وثاني واحد في الجزر وبقت تقعد واسمها خلاص اشتهر في عالم الميك اب والمكياج. في زمن كانوا فيه خبيرات التجميل بالعدد يعني. بالعدد صح. الآن هبة الأحفاد أصبح برج هبة الأحفاد. حلمك يوم من الايام انك تقيفي ويكون فعلا عندك بروج، ولما تيجي تاخله يكون تفاصيله كيف الحاجات اللي انت هسه متعايشه؟ انا طبعا مما بديت زي ما وريتك حاجاتي كلها مشت بالصدفه، يعني بديت شغلي ده كان صدفه، هوايه وانا بحبها. بقى شهرتي كانت من خلال يعني حتى ما كان في السوشيال ميديا. صحيح. بس كان حظ ان ربنا وفقني في المجال ده. كنت متمنيه يكون عندي بيت، بس بيت بسيط اعيش فيه انا وامي واخواني وكذا. يا سلام. فبديت يعني مما بديت انا كنت بس بحب يعني شغلي وقروشي دي استثمرها في عقار، في ذهب، في حتى عربيه السوق ما تكون عربيه رفاهيه كذا يعني تكون رهيبه شديد. دائما ما بحب اكون يعني اعمل حاجات عشان الناس تشوفني، دايما اعمل حاجه عشان ترتاحي فيها، ارتاح فيها واريح اهلي معاي. يا سلام. فمما بديت بحياه بسيطه، بشتري حاجات ادخرها للزمن، وفعلا الحمد لله عملت بيت، عملت اجرت محل في الرياض. يعني اول ما بديت حتى ما بديت في ام درمان. يعني فكرت انه انا الخرطوم فيها الصالات والنوادي والحاجات دي، فاجي الخرطوم كانت بالنسبه لي حاجه صعبه شديد طبعا، انك انت تجي يومي من ام درمان وبادي جديد وتاجر في الخرطوم كان الحاجه صعبه. مرات كنت ببكي بقول طيب الايجار حسدده كيف يعني، والشغل لسه على القدر يعني. ايوه. فالحمد لله في لحظه بس يعني من خلال الزباين اسمي ظهر بقوه كانت فظيعه، والحمد لله انه انا بقول انه برضه حظي كان كويس. انه لما انا بديت في فتره زمنيه كان مجال التجميل فيه لسه الناس بسيط والخبيرات بسيطين. ومع انه كان الشهره صعبه لانه ما في سوشيال ميديا وما في حاجات زي دي. صحيح. فانا ما حنزل لي الصوره بتاعت مكياج في الفيسبوك او في انستغرام والناس حتشوفه واسمي حيظهر، لا انا كنت كان حيكون في معاناه كان يعني. انا بشتغل العروس بتكلم دي صاحبته بتكلم دي، الاعلام الشفهي الاعلام الشفهي كان بالنسبه لي صعب شديد. نعم. لكن الحمد لله عشان الناس كانت حباه فكان الموضوع شويه سهل، وصل للناس بصوره كويسه كبير. ايوه. ف كان حلمي في بيت وكان حلمي في محل يكون حقي ملكي، فالحمد لله يعني نعم ربنا كثيرة لا تحصى ولا تعد. الحمد لله. يعني قدر ما أنا تمنيت ربنا أداني وزيادة. ف ما عارفة أقول شنو غير إنه بس أشكر الله بس الحمد لله. وأشكر أمي إنها دعت لي. يعني أمي دي كل ما تصحى صلاة الصبح فبيجي بعيلها بلقاها إنها بعد ما صلي دعواتها كلها معاي حتى أخواني بغيره. بقول لها بتدعي ليه بأكثر؟ ما بتدعي لنا نحن زيها. بتدعي لهم لكن أنا أكثر. يبقى حكيتي لي كان انه انت حلمك لما تيجي داخله المحل تشوفي الحاجات، المدخل يكون بالطريقه، تعايني هنا تشوفي الحاجه اللي انت راسماها جواك وقد كان الحاجات دي صح حصلت. صح. انا كان من زمان نفسي انه انا اعمل محل وبيتي يكون في المحل، بس ده كان حقيقة بس يعني طابق شغل وطابق بيت ما اكثر من كده، ما بتقنع والله كبيره. الحمد لله. ف لما مشيت للمهندس اتكلمت معاه وقمت قلت له انا نفسي يعني حلمي انه انا لما اجي داخله القى فيه استقبال والقى هنا غرفه عروس والقى بيجاي المكتب بتاعي والقى
فقعدنا انا وهو، كان الباشمهندس احمد ارباب ما شاء الله تبارك الله يعني عمل لي تصميم جميل جدا جدا، ونفذوا لي بكل الحاجات والتفاصيل اللي انا كنت حاباها. يا سلام، ايوه دي حاجة جميلة، ربنا يهنيكي فيه ان شاء الله تسلم ويكبر تسلم المحل اكثر. تسلم ونحن حنتواصل مع الجميلة هبة الاحفاد، لكن حنطلع فاصل قصير ونرجع من بعده نعاود. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا في دارك، ونحن لسه متواصلين مع الجميله هبه الاحفاد ونحن في دار. اهلا بك يا هبه مجددا، والحكاوي معاكي جميله وظريفه ولطيفه وقصص هبه كثيره اظنها ما بتخلص خالص. هبه قالوا في وسط الشله في وسط صحباتها حكايه شديد، بحب الونسه، بحب ما بشوف تونس. حتى مع الشغل بتكوني شغاله وبتونسي. انا سبحان الله طبيعي كده، يعني ما حيتغير يوم من الايام. يعني لما العروس اول ما تيجي داخله فبقوم طوالي بخش فيها الشمال حتى لو هي زهجانه، فبقول لها طلع من المود، وطلع من المود بمزاح ظريف كده، وعداك الونسه بتجر. يا ما سمعت قصص، فكانت حلوه شريط ودروس بالنسبه لي برضه. كنت حاقول لك وحاسالك واحده من الحاجات، القصص والحاجات اللي بتحصل، التخفيف على العروسات ذات نفس الوحده بتجي مضغوطه وشايله هموم وزعلانه، ولما تكون متكمله قروشه كيف هي بتتعامل معاها؟ والله انت عارفه المسائل الماديه دي ما قاعده اجيب فيها كثير، يعني ممكن في بنات مش متكمله قروشه، في بنات عديل بيجوا من غير قروش. يا سلام. فالمساله الماديه دي بالنسبه لي ما ايشو، يعني ما حاجه كده مهمة يعني، لكن هي بتتماشى مع الناس. بتماشى كثير، وحتى لو واحدة مثلا بتقول لي حصل لي ظرف معين بجيب عليك ليتر، بقول لها خلاص اوكي ما في مشكلة عادي، يعني المشكلة وين؟ فبالنهاية هي خدمة أنا قدمت عليك، وبعد ذاك يعني ما حصل يوم زول خدعني، لأنه بيكون بتعاملي معاهم بنية طيبة، بنية طيبة، وبيكون في ثقة بيني وبين الزبون. ومعظم سبحان الله صحباتي هم كانوا زباين عندي يوم من الأيام. يا الله. شنو اللي بيخلي هبة الأحفاد تضايق وبودة يتغير أو تتوتر أو تزعل أكثر؟ أكثر حاجة ممكن ترهقها نفسيا من جواها؟ صراحة أكثر حاجة ممكن تزعلني، يعني بعض مرات الزول بتمر عليه حاجات شخصية، يعني بكون تعبانه نفسيا، عرفتي؟ يعني مهما ارسم الابتسامه فبكون ظاهر عليها. بتطلعي منها كيف لما تحاولي ترسمي او تحاولي تطلعي من التوتر؟ عموما انا مجرد ما ابدا شغلي بطلع من التوتر، بنسى بفصل، بنسى انه انا الحاصل عليه شنو. يعني دائما الانسان بمر بحاجات كعبه شديده اكيد، لكن بتجاوزها، بتجاوزها بالحاجه اللي هو بحبها. انا بحب شغلي. الفنانين بيقولوا هم بيغنوا، الرسامين بيقولوا نحب نلون. أيوة. يبقى معناها هي بذاتها فنانه ورسامه. أيوة. في تبدا تلون صح، مجرد ما انا ابدا الشغل بتاعي وابدا ادمج الالوان وابدا الشغل واحس انه انا العروسه دي اللي انا اطلعها بابهى صوره واكون عند حسن ظن، فبنسى مشاكلي القديمه دي وببدا بحاجات جديده حلوه. أيوة. الحمد لله. هبه نحن عندنا برضو حاجه ثانيه حنشوفها وحنجيب ليكي، ما حنسالك لانه انت عرفتي انه احنا جبنا ليكي امك، فحنشوف نحن حنجيب مع بعض شنو ليه هبه، حاجه بنتمنى انها تسعيده يعني، إن شاء الله. ونشوفها مع بعض في الشاشه ان شاء الله. لو بدأت أتكلم عن هبة الأحفاد من الليلة لما تقوم الساعة ما بدي حقها، والله أخت صديقة حبيبة صاحبة مواقف جميلة مع كل اللي بيعرفوها، ما أنا بس، كل من يعرف هبة محمد عباس بيعرف المواقف دي. زولة ذكرانة جدا، أخت أخوات في الحارة معاك في الباردة معاك، والحمد لله أنا طيلة علاقتي بهبة اللي هي دامت 7 سنوات أو أكثر، يعني ما حسيت إنه هبة دي أنا عرفتها لي 7 سنوات، نو. هبة دي أنا حسيت إنه كأنها أختي المولدة أمي. أنا ما قاعد أبكي قدام أي زول، ببكي قدام هبة، بضعف قدامها، بتعرف نقاط ضعفي، بتعرف حاجاتي، بالتالي هي بعرف حاجاتها، بعرف نقاط ضعفها، بعرف مشاكلها. اي مشكله بنحكيها لبعض، نحل دي كده كيف، نعمل دي كده كيف. ربت معاي يعني، من عرفتها ساندتني في تربيتي. انا عندي بنتين الحمد لله رب العالمين، ولد، البنتين ايتام، ابوه توفى 2007 2014. من عرفت هبه وهبه واقفه معاي وسانداني فيهم، وهي ظهري بعد ربنا سبحان الله وتعالى يعني. فزي ما قلت لكم ما عارفه
لو قعدت اتكلم مواقف كثيره، لو قعدت اتكلم ما حقدر، ما بدي حقها والله، والله ما بكون اديت حقها. هبه بتحب الوضوح، بتكره الخيانه، بتحب الوضوح شديد. يعني زولا بعدين هبه بتصاحب كده، يعني بتخش في الدول زي ما بقول دوش، عندها مشكله ليه؟ لانها هي كده قلبها ابيض مفتوح لكل الناس، بيصدق اي زول، اي زول بيصدقه، مش بيقول المؤمن صدق، يبقى اي زول بيصدقه لانها هي زول صادقه. فما عارفه، لكن برضه ما بدي اعبر، برضه ما بدي حقها، ما حاسه اني بدي حقها. بنطلع، ايوه بنطلع نغير جو، مثلا بنمشي مناسبه مع بعض. هي ما عندها وقت للمرقه الطوالي، نسبه لشغلها في المحل، يعني بيتها وشغلها في محل واحد، بتنزل من فوق وتشتغل شغلها وبتطلع ترجع تقعد في البيت، الا مناسبه يعني تكون زي ما بيقولوا في اللحم الحي، حاجه بتمسها شديد، بنطلع نمشي، عندنا صاحبتنا في خرطوم اثنين، بنمشي نقعد نتونس معاها. بس يعني ما عندنا طلعات يعني كثير، اللي بحكم شغلها ماخذ كل وقتها. ليه؟ لانه هي شغلها ده حاباه، هو العمله من هبه محمد عباس لهبه الاحفاد، والزوله السندت هبه الاحفاد، وصلت هبه الاحفاد لهبه الاحفاد، امنا وحبيبتنا ربنا يديها الصحه والعافيه عطيات. فعطيات دي يعني ما كانت ام هبه براها، هي ام لنا كلنا، فوقفت وراها وسندتها، لو ما عطيات ما كانت هبه الاحفاد. هبه ما عارفة أقول لك، لكن بقول لك إن شاء الله ربنا يديك قدر ما يرضيك، يديك قدر ما يرضيك، يديك قدر ما يرضيك، ما عندي أكتر من كده. هبة ندى صاحبتك شديد. أيوة ندى أختي. يا سلام. أيوة ندى ما قدرت تتكلم وبكت كثير في التسجيل، وإحنا عشان حاولنا خليها تقول الكلام ده بعد جهد يعني. طبعا أنا فاجأت صراحة ندى، أنا كنت أتوقع عزلت يعني من البيت برضو. لكن المفاجأة كانت كيف بالنسبة لك؟ الحقيقة انت عارفة يعني ندى دي من الناس الناس المضاف شديد يعني اللي عرفتهم في حياتي. حقيقة بقت لي اخذ يعني اي حاجة انا بكون مضايقة فبضرب لي ندى، بقول لها ندى محتاجة لك تعالي مثلا عندي الحاجة الثانية. انا ابسط حاجات مثلا حاجات بتخص اولادي بتخص البيت ندى بتجيب فيها. يا سلام. فسبحان الله ندى من الناس اللي كانت زبونه بمناسبه. ايوه يعني انا علاقتي بها، شوفي العلاقه دي قويه. ندى جات لي شغل، ندى زبونه جات لي شغل بمناسبه. في مركزي كان في شارع الجزار قبل 7 سنين. فلما جو يحجزوا فقاموا صادفت تقابلنا، فهي زوله طيبه والناس ودمها خفيف وكده، فتعرفنا على بعض وبدينا نضحك. بعد شويه شالت رقمي، بعد شويه بقينا اصحاب، بقت تجيني بمشي لها كده، فدائما هي بتجيني اكثر صراحه. انت عارفه مع الشغل طلعت صعبه. صحيح. فسبحان الله بقت اكثر من اخت والله. ندى بتقول انه يعني انا لو حاولت، انا حاولت انه ندى دي تشففني عن هبه حاجات كثيره، قالت لي انا ما بقدر اقول لك حاجه عن هبه، هبه واضحه جدا وحاجاتها واضحه. ما عندها حاجه مخفيه. وبتقول لي الجمال اللي انت بتلقيه عن هبه ما بتلقيه عن اي زول. غاده صاحبه هبه شديد. غاده هي شنو اقول لك؟ انا داري اعرف غاده هي شنو عن هبه؟ حاجه كبيره شديد. يعني غاده دي اختي، امي، صاحبتي، زولا اكثر زولا ممكن اكون في حياتي كلها بسمع كلامها بعد امي. مرات لو في قرارات مصيريه لو ما اخذت شوره غاده ما بعملها. نحن لولا الظروف حقت غاده كان جبنا غاده وكان حتكون معانا. أيوة اليوم صح. لكن بالرسالات تحيه عمرك يا هبه. بالرسالات تحيه هي ولندى ولكل صحباتي. يعني حتى انا عندي صحبات قدام شديد من المدرسه من الابتدائي، واستلناهم صحباتي يعني واخواتي، وما بيقبلوا فيني ولا بقبل فيهم. حياتنا يعني حياتنا زي زمان، ما تغير فيها حاجه. بس انا المقصره معاهم، يعني انا المقصره انه انا بس شغلي واخذ وقتي، والاولاد يعني الفضل بكون ياهم مع اولادي وبكون مع البيت وكده. صحيح. فبكون ملامه انه انا ما متواصله معاهم، لكن هم اخوات بجد يعني، فما في شيء حب غير خالص. والله ربنا يديهم الصحه والعافيه ويخليهم لك، وانت كمان يخليك لهم، بذات المحبه والجمال والتعامل والخوه الجميله يعني نابعه من القلب. خلينا مع المشاهد نطلع
فاصل قصير نرجع من بعده نستكمل حوارنا مع هبة الأحفاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا متابعي في دارك، نتواصل معاكم بذات الألق والجمال لهبة الأحفاد ونحن في دارة. هبة أهلا بك مجددا، وهبة الأم والصحبة وهبة الصديقة الوفية لكل الناس اللي بيعرفوها. هبة كيف القراية والمراجعة حقت المدارس مع ناس منا ومحمود؟ صعب نتين صعب ما بطريقة، فدايما بقول لهم انا ما ينفع اكون الراجل والمراه يعني الام والاب في البيت. صحيح. فانا معاكم امكم اكلكم صاحبتكم صاحبتكم وانسكم واشتغل عشان اجيب لكم قروش. القرايه دي ما معانا، القرايه دي ما تبعنا يا ناس، ما محفزيني ودونا الدرس الفلاني. والله دايما ما عندي حل غير ان انا استعين باساتذه، ما أيوة. ما في حل يعني، وعندي المربيه بتاعتهم يعني هي متابعة كل شيء، متابعة مع اي حاجة، متابعة مع من المدرسة تفاصيل كلها يعني من الصباح اجتماعات المدارس والحاجات اللي بتأكلهم وهي بتعمل اللانشوس وهي بتعمل اي حاجة، فحتى لما يكون في اجتماعات يعني مرة صعبة اني امشي شغالة. لكن والله امي واخوي يعني نزار اخوي دائما هم بيكون متابع اكثر. نعم مع العيال تبقين وانت هبة يا جماعه بتكون كل وقتها مع المكياج ومع العروسات؟ والله لانه خاصه حتى مكان اتخطيت فيه صعب اطلع منه خلاص. لو خيروك الان ما بين طب الاسنان اللي كان نفسك تدرسيه وما بين المكياج، كنت حتختار شنو؟ المكياج. ما في اي نقاش. ما في اي نقاش. رغم انه على فكره ناس الاسنان قروشهم برضه كثيره يا هبة. لا ما القصه قروش. القصه ما قروش نهائي. بالعكس القصه هي متعه، يعني انا بشتغل شغل مستمتعه به. نعم. من شغلي ده بخلق علاقات مع ناس كثيره. صحيح. من شغلي ده فيه الفرح يعني، انا لما يعني انا شغلنا فرح. صحيح. يعني العروس بتطلع مبسوطه، انا بقابل العروس او بقابل الزبون في اصعب لحظه في حياته. يا سلام. فشغلي مرتبط بالحياه الجميله. فاكيد اكيد هختار شغلي ده زي ما هو. الحمد لله يعني اداني كثير وانا اديته كثير. صحيح. اديتي وحياتك واديتي وعمرك واديتي وكثير من انه ربنا انعم عليه بالصحه والعافيه عشان الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شنو اللي بتحلم انه تصل به هبة الأحفاد بعد ما عملت اسم واصبح براند وعملت اللي هي بتحلم به والبيت والصالون وكل الحاجات في مكان واحد زي ما هي عايزه؟ شنو هبة حاسوي يكون في المستقبل بالنسبه لها؟ والله انا صراحه ما عندي طموح تاني مثلا اقول هيك داير اعمل، لانه انا بقيت بشوف عندي حاجات تانية اولويات يعني. بتمنى انه ربنا يدينا الصحة والعافية ويدوني الصحة والعافية. بتمنى اشوف اولادي كبار، اشوفهم ناجحين. بقت نظرتي للبيت وللاولاد اكبر من الشغل. بقيت احلم انه اولادي داير اشوفهم احسن ناس، داير اشوف محمود دكتور، داير اشوف منا مهندس، داير اشوف المدلل يا جماعه. بقيت بقى خططي كلها بقيت داير اشوف اولادي شنو. يعني بقى خلاص انا حسيت انه انا الحمد لله رب العالمين قدر اللي وصلت له مقتنعه به وخلاص يعني الحمد لله. فداير ادي بعد ده للناس اللي انا محتاجين لي اكثر. الناس لما تلاقي هبة الأحفاد في مكان وهي بتكون ما بتعرفها، لما يلاقوها بالله انت هبة زيك، الاحساس اللي بيجيك جواكي مش طوال احلى كيفك انت كويسه. ما بديك احساس الا انا ما بعرفك خالص نهائي. بتقول لي انت بتعرفيني؟ بقول لها ما غريب عليك. وكانه يعني من جبر الخواطر. طبعا. يا سلام عليك. انت عارفه اقول لك حاجه، انا اي مكان بمشيه لو حسيت انه زول مثلا سلمت عليه ورد عليه ببياخه بحس بضيق ما طبيعي، تأنيب ضمير. ليه؟ وبحس بكسر خاطر ما طبيعي، ممكن ما امشي لمكان ثاني. يا الله. في اي مكان. فعشان كده دائما بطلع على الحاجه اللي انا ما بحبها، يعني لازم سلامي يكون كويس. نعم. ولازم انا عاشرك عشره نظيفه. يا سلام. برضه من الحاجات اللي الكعبه فيني انا انه فعلا زي قلنا ده انه هي بتخش في زول توش. اي زول قدامي بشوفه زول كويس، واي زول قدامي بحب فعلا اصاحبه واتعامل معاه. بس بعض مرات
الزول يعني ما بياخذ خاطره من الناس. يعني دي من الحاجات اللي بيقولوها، بيقولوا انه هبه الاحفاد. الناس بتشوف الناس في السوشيال ميديا، في التلفزيون، بيقابلونا ناس كتار بيسلموا علينا، وفعلا زول بيعمل نفسي حركه هبه كانه هو بيعرف الناس وبيحاول انه يجبر بخاطرهم. هبه والله يا اخي انا سعيده ومبسوطه وممتنه انك تكوني في برنامج في دارك، ومبسوطين نحن اليوم لك حفاوه الاستقبال وكرمك لنا ونحن في دارك. انا مبسوطه جدا بكم ومبسوطه جدا بغرفه الشروق اللي جاتنا الليله في داري، وحقيقه مبسوطه بكم ومرتاحه لك جدا. انا ما بظهر في التلفزيون كثير لانه دائما بشوف بكون محتاجه انه الانسان اللي بتكون قاعده جنبي لازم تكون زوله جميله وتحترمني يا سلام كهبه الاحفاد يعني. فمبسوطة بيك انت اول حاجه، ولتعاملك الحلو ولاسلوبك الراقي. تسلمي يا حبايبي، كمان وكمان يا رب العالمين. الله يديك الصحه والعافيه، وداري منور بيكم تعيشن عشان اصل هي يا جماعه. طبعا عانيت ودخلت وساطات وحاولت، لانه هي ما بتحب الظهور وما بتحب الشو وما بتحب تسهر، وبتبخل على المشاهد بيطلطها الجميله. لكن الليله نحن كنا سعيدين انه هي تكون حضور. كتر خيرك وشكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وكانت معانا في هذه الحلقة من في دارك. أشوفكم إن شاء الله في ديار جديدة، لحد ما ألاقيكم في أمان الله.